والجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، يعني الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة، والإسرار في العصر والظهر والركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء سنة. إيش معنى هذا؟ أنه لو جهر أحيانا صلاة صحيح في صلاة الظهر، لو أسر أحيانا في صلاة المغرب والعشاء والفجر صلاة صحيح، لكن خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر أو العصر، يسمعهم الآية أحيانا، فدل على أن الجهر أو الإصرار في هذه المواضع سنة، وفعله هذا الجهر لبيان الجواز. لكن لو قدر أن شخص طول عمره في صلاة الصبح إمام يسر، ثم إذا جاء يصلي الظهر جهر، سنة ولا لا؟ نقول هذا مبتدع، ما يكفي أن يقول ترك سنة، نقول هذا مبتدع، لا ينبغي أن يتقدم أمام المسلمين، لأنه خالف الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. لأن إصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي أن يقال أنه ترك المشروع وعدل عنه إلى المكروه، لا، إذا تعمد ترك السنة وأصر عليه يذم، يعرض نفسه للعقاب. ولذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وهو يقول بسنية الوتر، يقول من ترك الوتر، يعني واضح على تركه، رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته. لكن لو فعله أحيانا وتركه أحيانا لا ضير عليه، لكنه من السنن المؤكدة.